السلام عليكم. قد تعتبره أداة تساعدك على التواصل مع أصدقائك، الضحك على النكات، ومشاهدة مسلسلاتك المفضلة، وقد يعتبره الآخرون وسيلة لكسب المال أو الانخراط في أنشطة غير مشروعة أو حتى نشر الإيديولوجيات المختلفة. وبغض النظر عن كيفية استخدامك له، فإن الإنترنت يعد أقوى أداة في العالم. إذن ماذا سيحصل لو تحكمت بكل الإنترنت؟ كم ستكون قويا؟ ما هي المواقع التي ستتحكم بها؟ وهل قد يحصل هذا حقا؟ تابع معنا لتكتشف ذلك. هناك أكثر من 5 مليارات عملية بحث على جوجل كل يوم، 6000 تغريدة ترمى على تويتر كل ثانية، مليارات الساعات من مقاطع الفيديو تتم مشاهدتها على يوتيوب وفيسبوك كل يوم. وبالنسبة لي، إن تحكمت بالإنترنت ربما كنت سأجعل الجميع يشاهدون قناة هل تعلم طوال الوقت. لكن قبل كل شيء، كيف ستتمكن من التحكم بأداة جبارة كهذه؟ حسنا، في الحقيقة هناك طريقة للتحكم في الإنترنت نوعا ما. فهناك 14 شخص يحملون جميعهم مفاتيح معدنية وظيفتها السيطرة على الإنترنت، وهي بالطبع مفاتيح رقمية، وتستخدم كل هذه المفاتيح لحماية نظام ملكية الإنترنت. وهذا ما يسمح لنا بكتابة google.com بدلا من سلسلة أرقام 24.642.83. السبب وراء انتشار هؤلاء الأشخاص في كل أنحاء العالم هو أنه إن تمكن أحدهم من حيازة 14 مفتاح، فإنه سيتمكن نظريا من التحكم بالإنترنت بأكمله. إذن ماذا قد يحصل إن أعطيناك مفاتيح الإنترنت؟ حسنا، سيكون من العادل القول بأنك ستكون سيدا رقميا. فالناس يستخدمون الإنترنت هذه الأيام في كل شيء، فهم يتحدثون مع أصدقائهم، يعملون، يشاهدون التلفاز، والعديد من الأشياء الأخرى. فإن حدث وتحكمت فعلا بالإنترنت، فإنك ستحظى بالسيطرة الفعلية على حياة الناس اليومية. ربما تستخدم هذه القوة في الشر، وتقوم مثلا بإغلاق شركة تجارة إلكترونية عن طريق حجب عنوان الاي بي الخاص بها، أو ربما تقوم بعرض مقطعك المفضل من قناة هل تعلم الذي شاهدته الأسبوع الفائت. بغض النظر عما ستفعله، فإن هناك فرصة جيدة بأن تصبح فاحش الثرى. فأكبر المواقع في العالم ستقبل يديك لتنال رضاك، وهذا ما يعني كما هو واضح المليارات من المال والهدايا وربما بعض الخدمات الخاصة. ليس هذا فقط، بل ستتمكن من أن تختار أي نوع من المعلومات ترغب بنشرها. فمثلا إن كنت معجبا بأحد السياسيين، فسوف تستطيع أن تشغل إعلاناته في كل أنحاء العالم، وأن تنشر رسائله للمليارات من الناس، أو تذهب خطوة أكبر للأمام وأن تري الجميع مقطع فيديو نشرته وتريد أن يراه الجميع. لنتمنى فقط ألا تكون أفكاره عن نظرية الأرض المسطحة. وبالرغم من كل هذه السلطة، فإن لديك بعض الجوانب السلبية لتتعامل معها. فطبعا يوجد بالأصل لجنة للتحكم بالإنترنت لتمنع أي فرد واحد من الحصول على كل هذه السلطة. لكن هل يمكن لشخص واحد أن يكون على قدر هذا التحدي؟ مع سلطة التحكم بالإنترنت، فإنك ستكون فعليا أقوى شخص في العالم، وهذا يبدو رائعا، ولكنه أيضا يجعل منك هدفا بالغ الأهمية. قد يختطفك الناس بسبب ثروتك ونفوذك، وقد يرغبون بإيذائك للطريقة التي تستخدم بها سيطرتك على الإنترنت. لذا إن كنت ترغب في السيطرة على الإنترنت، فإنك ستضطر للعيش في مخبأ سري محاط بأنظمة أمان عالية المستوى، فلن يكون بإمكانك أبدا الظهور إلى العيان، وستضطر إلى الاختباء دائما. بغض النظر عن امتلاك سلطة جبارة، فإن التحكم في الإنترنت لن يكون ممتعا جدا كما يبدو. شكرا للمتابعة، وإن أعجبك الفيديو اضغط على زر اللايك واشترك في القناة ليصلك كل جديد.